مشاهدينا رجاء اسمعوا منيح واسمعوا كتير منيح. أنا عم استضيف بروفيسور سليم أديب لسبب معين، وخليني أحكي أنه اختصاصك دكتور سليم تقري مظبوط أستاذ في طب المجتمع والوبائيات، طب المجتمع، وهذا الشيء نحن بحاجة كتير كبيرة اليوم لأنه تنعرف كيفية الوقاية مع المصايب المتكاثرة الموجودة عندنا. خلينا نحكي أول شيء، ما نحكي على افريج لبناني، اللبناني العادي اللي عنده ما بيقدر يصرف يجيب كل شيء اورجانيك او يجيب كل شيء مستورد او يجيب كل شيء مغلف، خليني اقول من بلدان عندها كنترول كثير قوي على منتجاتها، مضطر ياكل من ارضه. فاول شيء بدي بلش معك بالقمح، هذا كمان مستورد بس صناعه لبنانيه لانه رغيفه بيطلع من افراننا. شو هي معلوماتك على مساله القمح المسرطن؟ القمح مسرطن؟ لا، القمح منه مسرطن. اي اكيد. اللي انحكى عنه بالفترة الأخيرة هي إنه بين ضمن القمح اللي موجود بالإهراءات بين مادة من عائلة الأفلاتوكسينز اللي هن بالحقيقة شامبينيون فطريات. يعني فطريات بالقشريات، يعني مش القمح بس، كل شيء، كل الحبوبة اللي فيها قشرة الله سبحانه وتعالى خلق إنه إذا كانت موجودة بوضع حرارة ورطوبة بده ينمى فيها هالفطريات اللي جزء منها بيعملوا توكسينز، بيعملوا سموم، وبعض السموم ممكن تكون خطره. بقى شو بنعرف عنها؟ هيدي مثلا موجودين بقشره فستق العبيد السوداني اللي نحن بنسميه فستق عبيد، موجوده مش طبيعيا اذا خزن غلط او طبيعيا. اذا خزن بطريقه بمحلات شوب ورطبه، كل الفول السوداني جاي من اماكن رطبه وشوب يعني. بس لا، بيقولوا لنا كلون مع قشرهم احسن، القشره فيها لا 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 قشرهم اساسا. هلا لما هن ضمن ال انه في الياف ضمن الرقايعه تبعيتها اللي بتتكسر بتتفشفش محميه، بس لما تنفتح لا بدها تتعالج بالهواء السخن تا القشره تنشال نقدر ناكلها فستق. السمسم اذا حدا بده يسال عن شو مشاكل اللي متعلقه بالافلاتوكسينز، السمسم فيها قشره، والسمسم بصير طحينه، والطحينه بتنعمل حلاوه وبتنعمل حمص وتحمل الى ما هنالك. وما بنعرف اذا البروسيس الصناعي اليوم بلبنان عم ينتبه انه يشيل كل القشر او لا، بس انه القمح اذا فيه بعض الافلاتوكسينز بالنتيجه الزوان هالقشر عم بنشال قبل ما تنطحن الحبه، وما في ضروره انه واحد يهلع على موضوع القمح الكامل. كمان اذا القمح الكامل يعني القشره موجوده، بيقولوا انه صحي اكثر، في كثير ناس بيروحوا على القمح الكامله. اي ما بعرف شو البروسيس اللي بيستعملوه ليتاكدوا انه القشره اللي عم بتفوت بالقمح الكامله بالطحين الكامل تكون سليمه، بس انه عم نحكي عن نسبه ضئيله. هلا شو بيعمل الافلاتوكسينز؟ لو واحد اكلهم كل يوم بكميات مهمه، شوربه افلاتوكسينز مثلا صحيح. على مده 50 سنه شو بيعمل؟ بيعمل سرطان بالكبد. شو بنعرف عن سرطان الكبد بلبنان اليوم؟ بنعرف انه سنويا عندنا بين 70 ل 80 حاله سرطان كبد برايمري بسموه، يعني ناشئ بسرطان كبد. بلش من الكبد. مزبوط، يعني 1% من كل السرطانات اللي عم تحصل كل سنه هو سرطان كبد. والنمط التاريخي من الستينات لليوم ست بولا هو نزول. سو ما عم نطلع على مشكله هاللي تتزايد وتتفاقم، عم نطلع على مشكله عم بتخف. بعدها عم بتخف؟ نعم، سرطان الكبد، لانه السبب الاكبر لسرطان الكبد بالاضافه لهودي الافلاتوكسينز اللي منهم كثير مهمين ببلادنا، السبب الاول هو الاصابه بفيروس الالتهاب الكبدي تايب بي. مثل ما بتعرفي صار لنا تقريبا 10 سنين عم نطعم اولادنا ضد الهيباتيتس بي، فبشكل تدريجي رح هالسبب يختفي، واذا اختفى السبب يختفي تختفي النتيجه. فبالنسبه لهالموضوع بعتقد يعني اقل انا خايف منه اقل بكثير، وبقول للكل انه الخبز ما راح يقتلنا وما راح يعملنا سرطان، في كثير اشياء ثانيه بهالمجتمع اللي عم تعمل سرطان يوميا وفينا نشوفها وفينا نتوقعها. دكتور مروان غصن بيقول سبب السرطان الاول مثل ما بتذكر بوليوشن، بيقول مزبوط تلوث probably، او يمكن انا مغلبته، قل لي صلح لي مش مشكله. لا ما هو بفتكر كثير على ذكرتي بهالموضوع. اليوم مثلا بقدر اقول لك اذا طلعنا على الامراض السرطانيه الاكثر انتشارا بلبنان، يعني في عند السيدات هو سرطان الثدي اللي ما له علاقه لا بالبولوشن ولا باي شيء ثاني، له علاقه بنمط التوالد. بس هذا بالعالم كله السبب مزبوط. الاول مزبوط، منا مختلفين بهالموضوع عن باقي العالم.
وكمان منا مختلفين بالعالم بالنسبة للسرطانات بشكل عام، اللي هن عند الرجال أول ثلاثة الرئة والكل والمثانة والبروستات. هلا إذا شلنا البروستات على جنب، الرئة والمثانة بشكله لحالهم 30% من سرطانات لبنان. 30% من سرطانات لبنان هاللي معروف سببهم دخان. الدخان عفك؟ اف فكل مشتقات الدخان. انا معك بالامسيه، هي اول مره بحكي. كل محل ما بيمرق الدخان محل ما بيسري بيهري. على المثل البيروتي العتيق. من 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 التم لا ما يخرج من المثانه. اسمعوا شباب عم بيهري. وعوا شباب اسمعوا. السيجاره والارجيله. ارجيله اضرب قلت لي ارجيله، لانه بالاضافه للطبخ في المعسل. شو المعسل؟ معسل ست بولا قشر تفاح وغيره معفنه جوا جليسيرول. شو الجليسيرول؟ الماده اللي بنزيدها بالمي من لما نطلع على الثلج، مش ما يتلج الانتي فريز يعني. مش ما يتلج المي بالريزرفوار. بحطوا لها انتي فريز. نعم، وبحطوا لها ادويه هذا الجليسيرول، وبحطوا لها مواد هيك بتعطي ريحه، تتعرف انك العفونه اللي عم تاخذيها هي تفاح او العفونه اللي عم تاخذيها هي عنب. وكلها محطوطه جوات حديدة ألومنيوم، اللي مع الحرارة بتحترق الألومنيوم، تتنشأ ألومنيوم، وفي عليها حجرة كيماوية كربونية كمان تعطي سموم بحد ذاتها. فهيدي آلة فظيعة لرش السموم للقتل يعني. واللي عم بدخنها عم بتصمم، واللي قاعد عم بياكل قدامه عم بتهر دخنة الكادميوم والكوبالت والنيكل والزنك والأرسنيك الزرنيخ على أكله، يعني ما كتير لذيذة. فهيدي سبب واضح انه في عنا 30% من سرطاناتنا بالبلد، اللي سبب المباشر هو التدخين. يعني عم بيأرجل حد ابنه وحد ولاده والعائلة. إجرام. هيدا مش عم بيعمل اجرام بحق نفسه، عم بيعمل اجرام عائلي جماعي. عنف، هيدا نوع من انواع العنف. مزبوط، بعد ما كثير يمكن جماعي. عنف جماعي. هيدا لكن بتعتقد انت انه سبب اساسي بسرطانات؟ هيدا 30% بقدر الارقام موجوده. اعلى من نسبه. هلا في اسباب اخرى اللي بتشارك مع بعضها ب ب بانه تصير اسباب للسرطانات. طبعا البولوشن، التلوث البيئي مهم. وكان معي الوزير عم بيحكي عن انت سالتيه عن البيستسايدز، عن المبيدات الحشريه. هذا الشيء مهم، اللي بده وقايه وينشغل عليه طبعا. وفي نمط الحياه اللي عم نعيشه، يعني الطريقه اللي عم ناكل فيها، اللي عم نختار الاكل اللي عم نختاره. يعني حتى لو كان الاكل 100% سليم، اذا عملنا اختيارات غلط وزاد وزننا. كيف يعني اختيارات غلط؟ الاوبيزيتي، زيادة الوزن بتسبب امراض سرطانية، مثل ما بتسبب امراض قلبية ووعائية. طبعا بتزيد الضغط، بتعمل سكري والى ما هنالك. بس بدي استوضح منك بقصة المبيدات. في حشرات موجودة وهلا كثير عم تتكاثر هذه الحشرات. أي اضرب؟ اقعد انا والحشرة بالاوضة بالغرفة مع بعض نتعايش، ام اني رشة؟ يعني اي خطره اكثر؟ الحشرات كمان بتحمل اوبئه او فيروسات ايه يمكن. شو الاضرب؟ يعني ديلاما بالحالتين. انا عندي مشكله حشره جايه من الزباله. انا مش اخصائي بالحشرات، بس في يعني منا ايذر اور، يعني منا يا هيك يا هيك. في طرق لمكافحه الحشرات بطرق اسلم من البيستسايدز. يعني اليوم مثلا عم بيجربوا يلاقوا شو العدو الطبيعي. اوكي، نورمال بريدتر، العدو الطبيعي لكل حشره. كل حشره فيها بهالطبيعه حدا ياكلها. بشتري عصفور سأل. عصفور، زرزور، الكوكسينيل، هول معروفين. ليدي باك بياكلوا كل شيء. الدعسوقة. دعسوقة هيك اسمه. تعلمت شيء جديد عندك ست بولا اليوم. الدعسوقة. قد ما عم بتعلم منك. الدعسوقات. جمع مؤنث سالم. الدعسيق يمكن. بينفعوا انه في حلول، مش انه ما حدا نفكر فيها بالعالم ونحن قاعدين نفكر انه لا. نحن عم نتصيد العصفور. هذا شيء ثاني. وبنشتري مبيدات بالمقابل. هذا جزء من طيب، حتى التنظيف حضرتنا. مساله التنظيف، يعني نحن بنفوت على بيوتنا كثير في عنا زيادة نظافة. يعني أرض البيت تشبه أرض المستشفى، أوضة العمليات قد ما مطهرة. هيدا كمان نوع من أنواع الكيميكلز المسيئة. مزبوط أو لا؟ الملوثة. يعني خلينا نقول ما لازم يكون في زيادة فلاش. في بعض النظريات بتقول أنه الإفراط من التنظيف الداخلي عم بيكون أحد أسباب زيادة نسبة انتشار
مرض الربو بالاطفال. بالماضي الاطفال كانوا هن عم بيكبروا جسم نظام المناعي اميونيتي يجابه كثير اشياء هاللي مفروض يجيبها، فيروسات وميكروبات وعم بيركضوا بهالشارع ويلا هلا عم نحميهم، فالنظام المناعي ما عم بحارب شيء، عم بحارب نفسه، عم بيصير كسول، عم بحارب نفسه. الازمه هي الرجي، هي مرض مناعي، المناعه عم تبرم ضد نفسها، اوتو اميون. فهيدي من احدى المبررات ليش عم بتزايد وين ما كان بالعالم، وعم بتزايد باماكن هاللي اكثر تطورا من اماكن اللي بعدها شوي بدايه. بدي اسالك حكيم، انا عايشه بلبنان اليوم، نحن بنعيش ب مود دو في يمكن شوي بيختلف عن الغير، عنا عشقة سير كتير، عنا ملوثات، عنا أرجيلة من تشرب، في غرام بالأرجيلة، محل بيسكر بيرجع بيفتح أرجيلة، بيكون منه ماشي بالمرة بصير ماشي بشكل غريب، بدي صر على قصة الأرجيلة والدخان. طيب كيف ممكن أنا أجي أقول أعمل وقاية بما أنه هذا اختصاصك الوقاية طب المجتمع؟ ما رح تكون سهلة، خلينا نشوف بعض الدول العربية شو عملوا. بعض الدول العربية اجت أخذت قرار أنه على القليلة أماكن بيع الأرجيلة لازم يكون بعيدة عن الأماكن السكنية، فوجودها ما يكون سهل، يعني مش واحد ساعة اللي بده يقوم ينزل يجيب يعمل أرجيلة. بعدين بالإمارات العربية المتحدة والكويت بعدة دول بالخليج بعدين جدا عن مناطق المدارس والجامعات وأماكن العبادة ومراكز الرعاية الصحية، على القليلة انه في مناطق بهالمدينه محميه من وجود هالعاده هذه اللي للاسف اكثر واكثر اطفال عم ببلشوا فيها. نحن عملنا دراسه بضاحيه جنوبيه من كم سنه مع الهيئه الصحيه الاسلاميه، فرجت انه في نسبه 25 ل 30% من الاطفال عمر 13 ل 15 سنه كل يوم بحاجه لراس نرجيل كل يوم، فعم نحكي عن ادمان اوريدي. اذا واحد بلش ب 13 14 معناتها الامراض اكيد الأكيدة. فبدنا نخفف من التواصل السهل مع المادة، بدنا نتشدد بتطبيق انه بالأماكن المسكرة ما لازم يكون موجود هالشيء. بس على كل الأحوال عم نحكي عن مشكلة اجتماعية اللي لها بعد سوسيولوجي، يعني العالم ما بس عم بدخنوا أرجيلة بس لأنه بدهم يدخنوا أرجيلة، العالم عم بدخن أرجيلة لأنه بحاجة يقعدوا مع بعض ومتنفس كمان بأماكن مجتمع بمحل اجتماعي ويحكوا مع بعض. واحد اذا قعد بده يشرب فنجان شاي، بيشرب فنجان شاي بيخلص بعد 10 دقائق ربع ساعه، ارجيله بتمد طبعا بعد ربع ساعه بيصير الجرسون عم بيدور حواليك بعد بدكم شيء بعد بدكم شيء بعد بدكم شيء. لما حطينا الارجيله قعدنا ساعه ما حدا عم يسالنا بدكم شيء، كل دقيقه بيجي لا وبعدين تعودنا صار في لنا نارة وبيمشي الحال، فعم تخلق سبب مبرر يعني للتواصل في الاجتماعي. في ادويه اليوم لتوقيف هذه العادات، يعني اللي صار عنده ادكشن ومنه قادر، في دواء يساع شو مثل طبعًا شو طبعًا. شو بيقدر ياخذ؟ في عده ادويه بتبلش من نيكوتين ريبليسمنت، يعني العلكه والباتش والامور اللي بتخلي شوي شوي طبعا، لانه بيساعدوا الشخص المدمن انه يكسر الهابت العاده التدخين بانه عم الدماغ عم بيحصل على النيكوتين اللي هو النقص فيه بيصير عم بيطالب بدي نيكوتين بحد ذاته سيء، هو الماده ماده الادمان. ولما اخذها بالعلكه بعده سيء كمان؟ لا بس بعدك مدمنه. في هالنقطتين، في نقطه الادمان وفي نقطه التوكسينز السموم اللي عم بتفوت على الجسم. لما عم دخن الارجيله او ورقه السيجاره او ما هناك عم بفوت بالاضافه للنيكوتين عم بفوت كلى الطار والقطران اللي حامل كلى المقول والدخن اللي حامل كلى السموم. فلما انا على القليل بمرق من مرحله السيجاره او النرجيله لمرحله نيكوتين عم بيوصل لدماغي بس ما في سموم عم تدخل، اوريدي عملت خطوه. ايفينشولي لما بتخفف كميه النيكوتين بهالباتشات بيجي وقت اللي الدماغ ما بيقعد بيحتاج للنيكوتين. بس في كثير ما بيقدروا يتوقفوا عبر في ادويه اخرى هاللي موجوده بالارسنالز من الزايبان اللي ممكن تنعطى للمدمنين اذا رغبوا، هي الرغبه كثير مهمه، يعني اذا واحد بده يكون عنده اراده يوقف مزبوط، بده يكون مستعد انه قدر فهم وقبل انه القضيه صار بدها توقف. بتدخن حكيم؟ كنت دخن كل العالم وقفت. قديش صار لك موقف؟ من سنه 1900
لا خلص 1900 زمطت اذا هيك يعني في 20 سنه. اخر سيجاره اللي بالفعل دخنتها تعود يمكن الى 3 سنوات. اها. انه كانت السيجاره اللي من وقت لوقت. كنا عم نحكي قبل عن تشريع الحشيشه. في بعض دراسات بتقول انه الحشيشه كنبته كماده منا مسرطنه، خلطة مع الدخان العادي هو المشكلة وهو المسرطن، وإنه أقل سوءا. في عندك دراسات عن هذا الموضوع؟ في كثير دراسات عن الموضوع. أنت مع أو ضد؟ الحشيشة مادة إدمان، المشكلة فيها الإدمان، وإذا واحد مدمن وتحت تأثير مادة مثل مادة الحشيشة تصرفاته ممكن تكون غير مسؤولة، وأهم شيء هو إنه السواقة بيعمل اكسيدونات وغيره. بيعمل بس صحيا في إلا صحيا اقل ضرر من كثير اقل ضرر من السجاير والارجيله. هلا نحن قادرين ننظم استعمالها؟ هيدا السؤال الكبير. يعني هلا معالي الوزير مزبوط معه حق انه اذا حطينا لها اطار رسمي لزراعتها وتصديرها شيء رائع جدا، بامن موارد اقتصاديه لمناطق محرومه، بس نحن بدنا نتاكد كمان انه الاستعمال ما يتسيب. بس الاستعمال الطبي هو هلا مسيب، هو انت ما عم تحكي انه منه مسيب، هلا موجود ومسيب وبتدفعي عنه والسعر رخيص، سالت قبل ما اجي كثير السعر رخيص. طيب بس بعد عندي سؤال واحد، عم بيقولوا لي خلص الوقت، شو معك ملف؟ كنت بدي اعطيكي تقرير السرطان تتاكدي من الارقام. نحن كل سنه بوزاره الصحه العامه في عندها سجل وطني للسرطان اللي المفروض يطلع كل سنه الاحصائيات عن السرطان بلبنان. هلا في عندنا تاخير لانه اخر قرار رسمي او تقرير رسمي بين ايدي بيعود للعام 2007، فعندنا شيء 8 سنوات تاخير. بتامل انه وزير الصحه العامه بالشؤون الكثير اللي عم بيهتم فيها يهتم انه على الاقل احصائيات السرطان تكون ابديتد مشان نعرف شو عم بيصير. 8 اشهر زباله، شو بتتوقع بمشاهداتك؟ من تشهر زباله بالارض رح يكون تبعاتها صعبه؟ ما قبلوا يسمعوا باي شيء، ما قبلوا يعملوا تصبيغ بالمواد الاورجانيك، ما قبلوا يعملوا تدوير للمواد اللي ممكن تتدور، ما عملوا كامبين لتخفيف انتاج الزباله وين ما كان. لا اعطيني ريبركشنز، يعني شو التداعيات بتعتقد صحيا؟ اهم ريبركشن هي لما بلشت بعض البلديات الغير مسؤوله بحرق حرق الزباله. حرق الزباله حول الزباله من شيء فيني اشوفه وابتعد عنه لشيء ما فيني اشوفه مضطر تنشأه، وهون كانت مشكله كثير مهمه. هلا منيح ما طولت اكثر لانه كانت الامراض الرئويه اللي عانينا منها الشتويه كانت تحولت لمواد سامه مسرطنه بالمستقبل. بدي اشكرك كثير دكتور، وان شاء الله حتكون معنا بحلقات سابقه. مساله الامراض والاوبئه رح يكون في لها محطه دايمه بهذا البرنامج، ورح نواكبكم كامسي بالشغلة اللي حتقوموا فيه. خليني أقول أنه أعلى نسبة ميتاستاز تحت الأربعين للأسف هي لبنان والمنطقة، مزبوط؟ عم نحكي لبنان بالنسبة للمنطقة. لبنان هو أعلى نسبة. شو ميتاستاز بالعربي؟ يعني انتشار كامل لمرض السرطان بالجسم. نعم صحيح. لأنه نسبة السرطان بلبنان أعلى من نسبة السرطان بالدول العربية الأخرى، بالتالي خطورته. بس عم نحكي بعمر تحت الأربعين، اللي قبل كانوا يقولوا ما تفحص اذا ما عمرك 40 للسرطان، للاسف هالقد في سرطان. صحيح. بدي اشكرك دكتور مره جديده. مشاهدينا بعد الفاصل رح نكون مع لينا خوري مع ممثلين من مسرحيه لماذا، فاصل ونعود.